بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع تمارين الأمن الكهربائي، وفي هذه الحلقة بإذن الله سنناقش السلسلة الثانية، أطبق معارفي. إذن فبدون إطالة، مع التمرين رقم 4، كيف نكشف عن الطور والحيادي. هذا عنوان التمرين. يقول في المطلب الأول: اشرح التجربة الموضحة في الصورة التالية. إذن هذه الصورة تبين لنا كيف يمكن معاينة والتعرف على مرابط المأخذ الثلاثي الأطراف. إذن نحضر العدة اللازمة لذلك، وهي المفك الكاشف الذي يكون مزودا كما هو معلوم بمصباح إشعار يدلنا على تحديد أين هو سلك الطور، السلك الحامل للكهرباء. إذن هذا العدة، هذا الجهاز وهو المفك الكاشف، مزود بجزء أمامي معدني، رأس المفك أو لسانه معدني، وفي داخل العدة نجد مقاومة ونجد مصباح إشعار، وفي المؤخرة صفيحة معدنية لغلق الدارة. إذن كل ما على الشخص إلا أنه يدخل اللسان أو الجزء الأمامي المعدني في أحد الأطراف الثلاثة أو ملامسة لأحد الأطراف الثلاثة، ويغلق الدار بأصبعه في الجهة الخلفية من الصفيحة الموجودة في خلف أو في نهاية العدة. فحينما يتوهج المصباح الإشعار فذلكم هو الطور. إذن من خلال الصورة التي معنا نلاحظ أن المصباح، مصباح الإشعار، متوهج في الحالة أو عند وضعه في المأخذ A، وغير متوهج في الوضع في وضعه في عند وضعه في B، وأكيد لا يتوهج عند وضعه في الطرف C، وعليه سنحدد المرابط الثلاثة للمأخذ. إذن فالمربط A هو الطور كما نلاحظ. قلنا لماذا؟ لأن المصباح الكاشف الموجود في الجهاز توهج، مما يدل على أن هذا السلك أو هذا الناقل هو حامل للتيار الكهربائي. إذن فهو المربط A هو الطور الحامل للكهرباء، رمزه P أو PH يعني الفاز. المربط الثاني، المربط B، هو الحيادي، رمزه N النتر. والمربط C يكون مميزا ومختلف، يعني هو عبارة عن مسمار نحاسي أو مسمار من الألومنيوم خارج من المأخذ، وهو مربط الأرضي ورمزه T. إذن هذا بالنسبة لتحديد والتعرف على عناصر المأخذ الثلاثي الأطراف. التمرين الموالي: الصدمة الكهربائية، مقاومة جسم شخص لتيار كهربائي هي 1000 أوم. ما أكبر توتر كهربائي قد يتعرض له باللمس دون خطر إذا كان لا يتحمل تيار شدته أكبر من 50 ملي أمبير؟ إذن هنا لدينا هذه المعطيات نتعامل معها انطلاقا من العلاقات التي درسناها في السنة الثالثة من التعليم المتوسط. أي نحن أمام قانون أوم. قانون أوم ماذا يقول؟ يقول التوتر، قانون أوم بين طرفي ناقل أو ناقل أومي، قانون أوم قلنا يقول التوتر E يساوي مقاومة العنصر المقاوم أو مقاومة الدارة مضروبة في شدة التيار. إذن من هذه العلاقة الرئيسية، ومنها سنجد التوتر في هذه الحالة. إذن E التوتر الذي يمكن، أو التوتر الحدي الذي يتعامل معه الشخص، هو E تساوي قيمة R 1000 أوم مضروبة في شدة التيار. شدة التيار أعطيت بالميلي أمبير، 50 ملي أمبير، نحولها إلى أمبير، نقسم على 1000، 50 × 1000 تساوي 0.05 أمبير. إذن وبالتالي يكون التوتر الحدي هو E يساوي 50 فولت. إذن هذا التوتر الذي إذا بلغه الشخص أثناء لمسه قد يتعرض لصدمة كهربائية. يعني إذا كان توتر
أقل من 50 فولت قد لا يتعرض لصدمة كهربائية. من هذه القيمة فما فوق، من 50 فولت فما فوق، فإنه سيتعرض لصدمة كهربائية، وخطورة الصدمة تكون متعلقة بقيمة التوتر والعوامل المحيطة بها من رطوبة ومن عوازل إلى آخره. إذن نمر إلى السؤال الذي يليه، كيفية الكشف عن الطور والحيادي والأرضي، يعني سؤال مشابه للسؤال الأول. للكشف عن مرابط مأخذ كهربائي منزلي أطرافه A B C استعمل أستاذ الفيزياء متعدد القياسات، لاحظ أن التوتر بين A و B يساوي 230 فولت، التوتر بين A و C يساوي 0 فولت، التوتر بين B و C يساوي 230 فولت. إذن ثم يطلب منا حدد المرابط الثلاثة لهذا المأخذ وسمي كل واحد باسمه مع كتابة رموزها النظامية. إذن بما أن التوتر بين A و C يساوي صفر، معناها A خالي و C خالي، يعني A على حدة لا يحمل كهرباء و C على حدة لا يحمل كهرباء، في حين أن A و B يساوي 230 فولت، مما يعني أن المربط B هو التور، المربط B هو التور، لأن B في المعطيات الثلاثة هو العنصر المؤثر في القيمة 230 فولت. وجد البي مع الأ أعطانا 230، وجد البي مع السي أعطانا 230، لكن الأ والسي صفر، إذن المربط به هو التور أو الحامل للكهرباء ورمزه بي أو بي أش، في حين أن المربط أ هو الحيادي رمزه آن، والمربط سي هو الأرضي رمزه تي مثل ما ذكرنا. إذن نمر إلى التمرين الموالي، بعض الأسباب التي تؤدي إلى الصعق. صعق عامل في صيانة المنشآت الكهربائية بتوتر كهربائي ذي القيمة العظمى 532 فولت. واحد، أذكر الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. إذن من بين بعض الأسباب التي تؤدي إلى الصعقة أو الصدمة الكهربائية ما يلي: أولا، في حالة انعدام التوصيل الأرضي ولمس الشخص لهيكل معدني لجهاز كهربائي، طوره يسرب التيار، بمعنى طوره يكون ملامسا للهيكل بسبب القدم أو ما شابه ذلك. إذن فإذا توفر هذا الشرط وهو غياب التوصيل الأرضي ولمس الشخص هيكل معدني لجهاز كهربائي، طوره يسرب التيار، هنا يصاب بصدمة كهربائية. سبب ثاني، لمس الشخص لسلكي الطور والحيادي معا، إذن هذا أيضا سبب يؤدي إلى صدمة وقد تكون خطرة جدا مميتة على سبيل المثال. كذلك وجود الرطوبة سواء على هيكل الجهاز أو المأخذ أو على يدي العامل، يعني إذا توفرت هذه الشروط، الرطوبة في أحد هذه العناصر الثلاثة، فإن الصدمة لا محالة تكون حاضرة. المطلب الثاني، كيف يمكن الاحتياط من هذه المخاطر؟ إذن كيفية الاحتياط من هذه المخاطر: أولا، استعمال الأدوات العازلة في ورشات الصيانة كالقفازات والسترات، يعني الألبسة والأحذية الخاصة بذلك، وأيضا حتى الأدوات التي يستعملها مثل الكماشة أو المفك إلى آخره تكون ذات مقاومة معتبرة، يعني خاصة بالكهرباء. أيضا يتفادى العامل التعامل مع الصيانة الكهربائية في الأماكن الرطبة مثل ما ذكرنا، يعني أينما يتواجد الماء والبلل. ثالثا، قطع التيار الكهربائي بواسطة القاطع الرئيسي عن الشبكة التي تجرى فيها الصيانة، يعني إذا كان التركيبة التي نحن بصدد صيانتها وفيها جملة من المخاطر كالرطوبة وما شابه ذلك، فعلى العامل أن يقطع التيار الكهربائي لهذه التركيبة عن الشبكة الرئيسية، مثل ما يفعل عمال الصيانة في شركة توزيع الكهرباء والغاز حينما يريدون الإصلاح، فإنهم يقومون بالقطع الجزئي أو القطع الكلي. وأيضا الحالة الأخرى، عزل الجهاز الكهربائي أو التركيب عن شبكة التغذية أثناء الصيانة، يعني
أي شخص يريد أن يقوم بصيانة تركيب جزئي أو جهاز كهربائي، فمن باب الاحتياطات الأمنية والسلامة يجب عليه أن يعزل هذا الجهاز أو هذا التركيب عن الشبكة ويقوم بالصيانة كيفما شاء، إلى غاية الإتمام يقوم بتوصيل هذا التركيب أو هذا الجهاز وفحصه من جديد. التمرين الموالي، مازلنا مع الفقرة الثانية، أذكر بعض الأسباب كيف يمكن ثانيا بفرض لنفرض أن مقاومة جسم العامل في ظروف العمل للتيار الكهربائي هي 1200 أوم. ما القيمة العظمى لشدة التيار الكهربائي؟ ما قيمة شدة التيار الكهربائي للصاق الذي تعرض له العامل بوحدة الميلي أمبير، وماذا تستنتج؟ إذا حساب شدة تيار الصاق في هذه الحالة، لدينا دائما قانون أوم، إي قانون أوم في ناقل أومي، إي يساوي آر في إي، ونحن نريد أن نستنتج شدة التيار. إذا إي تساوي إي على آر، يعني من العلاقة الأولى نستخلص العلاقة الثانية، العلاقة الخاصة بشدة التيار. نطبق إي يساوي 532 فولت، نقسمها على 1200 أوم، نجد الناتج هو إي يساوي 0.443 أمبير. نحولها إلى الميلي أمبير، نضربها في 1000، إي يساوي 443 أمبير، ميلي أمبير. يقول ماذا تستنتج؟ قد وجدنا الشدة. إذن فالذي نستنتجه أن هذه الشدة هي قاتلة، شد تيار الصاعقة التي تعرض لها هذا العامل لا يستطيع جسمه تحملها، فهذه الصاعقة تكون قاتلة على أقصى تقدير، كما قد تكون مشوهة أو حارقة إلى آخره. إذن لماذا؟ لأن جسمه لا يتحمل هذه الشدة، فهو يتحمل شدة في حدود مثل ما ذكرنا في التمرين السابق في حدود 50 ميلي أمبير، ونحن الآن مع شدة قدرها 443 ميلي أمبير، ومع توتر قيمته 532 فولت وليست 50 فولت. إذا هذا بالنسبة لهذا التمرين. الآن التمرين الموالي، الكشف عن صحة تركيب مصباح ومأخذ أرضي. إذا للكشف عن صلاحية مصباح ومأخذ أرضي في غرفة المكتب، استعمل تقني في الكهرباء التركيب الموضح في الرسم. ماذا يحدث إذا لامس التقني سلك الطور عند استبداله للمصباح؟ إذا قبل أن نجيب على السؤال ماذا يحدث، نلاحظ أين هو وضع القاطعة في هذه التركيبة. لاحظ بأن التركيبة قاطعتها موجودة على الحيادي. بما أنها موجودة على الحيادي، فالقاطعة هنا تقوم بدور تحكم فقط ولا تقوم بدور الحماية. فحينما نفتح القاطعة يكون الكهرباء ما زال موجودا عند المصباح. يعني لماذا؟ لأن المصباح مركب على الطور، فحينما تلمس أنت أحد طرفي المصباح، مثلا هذا السلك، سلك الطور، فإنك تصاب بالصدمة أو تلامس الغمد من أجل الإصلاح. إذن فهنا سيصاب بصدمة كهربائية. يقول برأيك ما هي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط؟ علل. إذن التعديلات التي تكون مناسبة لهذا المخطط هي كالآتي: أولا تغيير وضع القاطعة بحيث تصبح القاطعة على الطور كما بينا في هذا المخطط. إذا نضع القاطعة على الطور مع المنصهرة بطبيعة الحال، المنصهرة لحماية المصباح أو التركيب، والقاطعة على الطور لحماية المستعمل حينما يقوم بالصيانة سواء استبدال المصباح أو الغمد. وكذلك تلاحظ بأن المأخذ الذي كان ثنائيا نستبدله بمأخذ ثلاثي الأطراف وهو موصول بالأرضي. يعني لا يكفي أن نأتي بمأخذ ثلاثي ولا نوصله بالتوصيل الأرضي. إذن هذا بالنسبة لهذا
المخطط الذي نرى التعديلات الواجبة أن نقوم بها. إذن تعديلات الإضافة لهذا التركيب، قلنا تركيب قاطع على الطور لتصير أداة حماية للشخص عند قيامه باستبدال المصباح أو غمد المصباح، واستعمال مأخذ ثلاثي الأطراف وتوصيله بالتوصيل الأرضي لكي لا يصاب المستعمل بصدمة كهربائية في حال استعماله للجهاز الكهربائي ذو هيكل معدني موصول بهذا المأخذ. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، وإلى الملتقى بإذن الله مع الحلقة الثالثة المتمثلة في حل تمارين أوظف معارفي. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.